مبادرة شبابية نفذوها شباب صوتنا فلسطين عشان دعم المفاوض الفلسطيني واحد، واثنين التشديد على الثوابت الفلسطينية. في حوالي 5 محافظات فلسطينية مشتركة في معنا في المبادرة اليوم، وأكثر من 200 شاب وصبية. إحنا بنحاول نصنع نقاش إيجابي حول المفاوضات، وبنحاول أنه نساعد الشباب على التعبير على آرائهم بطريقة لا عنفية. قررنا إحضار مئات الشباب الفلسطينيين من أعضاء المؤسسة ومتطوعين للحضور لهذه المنطقة لإيصال رسالة للعالم بأن الشعب الفلسطيني يقف خلف قيادته، يقف مع قيادته ويدعمها على طاولة المفاوضات.